بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده، أسأل الله جل في علاه أن يسعدكم سعادة لا شقاء بعد. أخواني الغالي، لو نبي نبني بيت في هذه الدنيا، بيت العمر، ماذا نفعل؟ نبيع ما ورانا وما قدامنا، نبيع ما نملك من سيارات، من ذهب، زوجات، كل ما نملك علشان نرتاح ونبني بيت في هذه الدنيا. إيش رأيك يا حبيبي الغالي، ترتاح وتبني بيت في جنات عرضها السماوات والأرض؟ والله ما تأخذ عليك يا أخي الغالي 5 دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من قالها في اليوم 10 مرات بني له بيتا في الجنة. الله أكبر يا حبيبي الغالي، قل هو الله واحد، قولها الآن، يا من تسمعني الآن تقولها 10 مرات يبنى لك بيتا في الجنة. فما بالك تبني بيت لك في الجنة وتحب لأخوك كما تحب لنفسك.